طالب عزام لدرس إماطة الأذى عن الطريق. هذا الدرس لم أقرأه، وهذا أول يوم نأخذه، سنرى فرسان القراءة. تفضل. قال أيمن إلى ملعب الحج فرأى شجرة ملقى في الطريق. قال أيمن: من وضع هذا هنا؟ الإسلام لا يرضى بهذا، سأزيله حتى لا يؤذي الناس. حاول لكن يا البرع لم يتزحزح من مكانه. انتظر قدوم حارس ارفع صوتك. ماذا تفعل يا أيمن؟ أزيل الأذى عن الطريق، لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حمل أيمن وسامر الفرس حتى ما هذه الكلمة؟ ما هذه الكلمة؟ بارك الله فيك، أحسنت.